سلامة توتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. النهاردة في كورس المحادثة الاونلاين باللغة الايطالية هنتكلم عن درس محير نص الناس او معظم الناس اللي بتدرس اللغة الايطالية، هو حروف الجر بالايطالي لبروبوزيزيوني. دول تقريبا اصعب حاجة في اللغة الايطالية علشان كتار وفيهم حاجات تانية شاذة ومش واضحين، وتحس ان هما بيظهروا باكتر من شكل كده. فما تقلقوش خالص، النهاردة هيبقى درس سهل جدا وبسيط جدا جدا. درس النهاردة هيكون سهل جدا وبسيط جدا جدا، حاولت ان انا اجيبه لكم بطريقة مختلفة، اعلمكم الحروف بتاعة الجر عن طريق شرح صورة مبسط جدا، وهي غرفة موجودة في كل بيت. كل الادوات هنعرف يعني ايه بالايطالي، وهنعرف ايه يعني ايه فوق وتحت ويمين وشمال وايه اللي فوق وايه اللي تحت. علشان ما اطولش عليكم، بصوا للصورة دي كويس جدا وحاولوا ان انتوا تتأملوا محتوياتها وكل اللي فيها علشان هنبدأ مع الصورة. عندنا عبارة عن مكتب، تمام كده؟ يلا علشان خاطر هبدأ معاكم بحروف الجر ومعناها، وبعد كده هنبتدي ان احنا نوصف cosa possiamo vedere tramite questa foto، او نقدر نشوف ايه من خلال الصورة دي. طيب اول حاجة خليكم معايا ثانية واحدة. حروف الجر: davanti يعني امام، davanti يعني امام، tra يعني بين، su يعني فوق، di fronte a يعني أمام برضو بس بشكل مختلف زي قدام وأمام كده بالعربي، dentro يعني بداخل، di fianco a يعني بجانب، sopra يعني فوق برضو، و a destra di يعني يمين. بعد كده نبتدي نركز في اللي جاي علشان ما نتلخبطش. بس انا قلت اخر حاجة اللي هي يمين اديسترا دي، وبعد كده فوري ده يعني برا برا الحاجة، ودياترو ا يعني خلف، وسوتو ا يعني تحت. طيب نبتدي بقى ان احنا نقرأ الجمل اللي عندنا، تمام كده؟ ونبتدي من خلال الجمل نستخدم حروف الجر دي. في الصورة هنا la scrivania è davanti alla sedia، احنا شايفين ان المكتب قدام السادية اللي هو المقعد. طيب la sedia è davanti alla scrivania اللي هو نفس النظام، الكرسي قدام المكتب زي ما المكتب قدام الكرسي. اذا la sedia è davanti alla scrivania. يجي نوصف حاجة تانية عشان نستخدم حرف الجر التاني اللي هو ترا. الجورنالة e tra la sedia e il cappello، يعني الجورنالي اللي هو الجورنال هو بين المقعد وبين الطاقية اللي هو الكابيلو. طيب نستخدم حرف الجر سو، هتبقى la scatola e sul pavimento. la scatola e sul pavimento اللي هو الصندوق على الأرضية. بعد كده الفيرجولا اللي هو كوما يعني di fronte all'armadio، أمام الأرماديو اللي هو أمام الدولاب، استخدم دي فرونتي أ. طيب نيجي بقى نتكلم عن حرف الجر برضو سو اللي هو فوق. نلاحظ إن هنا سو دي يعني كحرف جر ممكن يبقى سو سولا على حسب الحاجة اللي بعدها، يعني لو الحاجة اللي بعدها مؤنث بتبقى سولا، لو الحاجة اللي بعدها مذكر بتبقى سول زي سول بافيمنتو وسولا سكريفانيا زي ما هنشوف. لي فوربيتشي سونو سولا سكريفانيا. tra il computer e il telefono، المقص هو على المكتب بين الكمبيوتر وما بين التليفون. استخدمنا ترا اللي هو معناه بين. طب نستخدم dentro اللي هو بالداخل، هنقول l'ombrello è dentro l'armadio di fianco al cappotto. di fianco al cappotto اللي هو di fianco اه يعني جنبه. هو هنا بيقول ان الامبريلا او الشمسيه هي داخل الدولاب وجنب المعطف، تمام كده؟ طيب نيجي نستخدم كمان استخدام اخر للبروبوزيشن او حرف الجر di fianco اه، هتبقى il cestino e di fianco alla scrivania. il cestino اللي هو الزباله هي جنب المكتب. gli occhiali sono sopra la scrivania. gli occhiali اللي هما النظارات هما فوق المكتب. a sinistra del computer. وكمان sinistra يعني شمال، شمال الكمبيوتر. طيب i libri sono sulla mensola.
a destra della radio، يعني الكتب هم على المنشولة وهم نقول اللي هم يمين الراديو. طيب نبتدي نوصف كمان، le buste sono sui sul pavimento، scusa sono sul pavimento و fuori dalla scatola، هم le buste هم برا الاسكاتولا برا الصندوق وهم على الأرضية اللي هي البافيمنتو. طيب الكابيلو è sulla sedia sopra il giornale، الكابيلو هو على السيديا المقعد وفوق الجورنال. طيب la radio è dietro alla scrivania sopra la mensola، طيب المنسولة اللي هي الرفوف اللي احنا شايفينها دي. البافيمنتو è sotto tutto، يعني البافيمنتو هو تحت كل حاجة تقريبا، تمام كده. الكابوتو è dentro all'armadio، يعني ايه؟ يعني المعطف موجود في الدولاب. احنا عرفنا يعني ايه سكريفانية، يعني مكتب، وسيديا يعني مقعد، وكمان عرفنا الكابيلو اللي هو الطاقية، والجورنال اللي هو الجورنال، وكمان لاسكاتولا اللي هي الصندوق، والبافيمنتو الأرضية، والأرماديو اللي هو الدولاب، والفوربيتش اللي هو المقص، والتليفون وعارفينه، والكمبيوتر، وكل الحاجات دي. سينيسترا وديسترا، ديسترا يعني يمين وسينيسترا يعني شمال. طيب المطلوب مني ان انا اعرف غير الحروف الجر والامثله اللي عليها ان انا ابص في الصوره دي كويس، او ابتدي ان انا اوقف الفيديو واراجع حروف الجر واوصف الصوره دي لوحدي. هستنى منكم في الكومنتس كلام وصف لكل اللي في الصورة، ولو انا ما وصفتش حاجة او نسيت اوصفها فانا اتمنى ان انتوا توصفوها. نبتدي ان احنا نراجع القواعد بتاع حروف الجر علشان هنطبق عليها دلوقتي في صورتين، وهسيب لكم صورتين واجب تعملوها لي كمان في الكومنتس. طيب اول حاجة هي دلوقتي عندي ان، البروبوزيزيوني ان اللي هو حرف الجر ان، ان ده يعني في. طب ازاي بشوفه نيل؟ والله هو انا بشوفه نيل على حسب، لو بعده ارتيكولو او اداه تعريف، لو بعده ارتيكولو وبعده كلمه مذكره زي البافيمنتو اللي هو البلاط، بقول ان زائد ال بتبقى نيل، تمام. وبافيمنتو اللي هو البلاط، ماشي. الخ دلوقتي انا عندي في الصوره السمك هو جوه الفازه، فانا هقول ان البش ان الفازه، اوكي. شفتوا بقت نيل ازاي؟ طب نشوف حرف الجر التاني اللي هو فوري. فوري بياخد ده، فوري بيبقى معاه ده، طيب زائد الارتيكول او اداه التعريف هيبقى فوري دل. دل لو الكلمه اللي بعدها مذكره، لو الكلمه اللي بعدها مؤنثه تبقى ضله، تمام. طب نشوف كده الصوره دي، بيقول ان هنا الزهور افيوري، تمام كده، هم بداخل الفازو. افيوري سونو دنترو الفازو، تمام كده، تمام. بعد كده بيقول لي دنترو، دنترو اللي هو بداخل. البش اي دنترو الفازو، البش اللي هو السمك هو داخل الفازو، طيب حلو جدا. يجي الحرف الجر سو اللي هو على او فوق. لا ماكينا السول بونتي، لا ماكينا السول بونتي يعني العربيه هي على الجسر او على الكوبري. طب ليه بقت سول؟ علشان سو وزائد ال، انا عايز اقول سو البونتي، فبدمجها بتبقى سول بونتي. طيب سوبرا اللي هو فوق، زي لا ماكينا السوبرا البونتي، عشان هي سوبرا ا، فسوبرا ا وحرف الجر سوبرا بتاخد حرف الجر ا، يعني الاثنين مع بعض كده، ها. و البونتي فسوبرا ا البونتي، لا هتبقى سوبرا البونتي على طول، اللي هو العربيه فوق الكوبري. طيب سوتو اللي هو تحت، لا باركا سوتو البونتي، طيب دافانتي اللي هي امام، هتبقى ايل كاني دافانتي البادروني. انا كده قلته لكم كلكم، يعني قلت كل حاجه، قلت كل السؤال، بس انا هسيب لكم على الاقل حتى صوره توصفوها. طيب الكاني اللي هو الكلب، ايه دافانتي البادروني هو قدام سيده، او البادروني ادييترو الكاني اللي هو البادروني السيد هو خلف الكلب. طب انا هسيب لكم دي وهشرح لكم، فيتشينو يعني قريب، ولونتانو يعني بعيد. فيتشينو ا بتاخد، فيتشينو بتاخد ا، لونتانو بتاخد دا، تمام. فيتشينو ا لونتانو دا. انا بقى مستنيه منكم تشوفوا الصوره بتاعه الكواكب دي وتقولوا لي ايه علاقه القمر بالارض، هل القمر بعيد عن الارض ولا لا، وتكتبوها لي في الكومنتس بس بالايطالي، تستخدموا فيتشينو ولونتانو، تمام كده.
وبكده نكون خلصنا درس النهاردة من كورس المحادثة الإيطالي، أتمنى إن هو يكون نال إعجابكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وكمان تعملوا سبسكرايب للشانل علشان كمان توصل لأكبر عدد من الناس ونستفاد كلنا، يعني الدال على الخير كفاعله. تمام كده، وعايزة أقول لكم حاجة كمان، لو عجبكم شغل الرسومات اللي في الفيديو فأحب أقول لكم إنه سهل جدا إن أنتوا تتعلموه، شوفوا الفيديو ده للمهندس محمد الشامي وتتعلموا تعملوا الشغل ده بأسهل الطرق. لو عندكم محتوى عايزين تقدموه أو حتى برزنتيشن للكلية اعملوا اشتراك في القناة وهسيبها لكم في الوصف، حقيقي بيقدم محتوى حلو جدا، الفيديو بتاعه اهو. تمام كده، استنوني في حلقة جديدة وفيديو جديد من كورس المحادثة الإيطالي للمستوى الأول. أجيال تحلم يوما بعلا الأوطان وشباب يحمل أملا لبني الإنسان. تشاو، يلا بروسيما، تشاو.